Bonjour Wade, أنا لمياء جمال. أنا بديت نغني عمري 9 سنين، لكن دخلت في الفن بال2011 ببرنامج ستار أكاديمي 8، ولكن ما وصلتش فيه يعني بالبداية، يعني في الأخير شاركت في ذا فويس الموسم الأول ووصلت لمراحل متقدمة، ومن وقتها يعني دخلت في الفن. وعلى فكرة أنا كنت ندور على أغاني تونسية باش تكون في الألبوم، لكن ما لقيتش ولا واحدة ستايلي أنا والشي اللي يبرز لي صوتي، وإن شاء الله في الألبومات الجاية أكيد راح يكون في أغاني تونسية. يعني رغم أني عايشة برشا لبرا، تونس الملجأ الأساسي لي، يعني راحتي هون، يعني من ما فهميش معناتها بلد آخر يعوضها بصراحة. أنا حساسة برشا، وأغلب الأغاني اللي أنا غنيتها يعبروا عني ويعبروا عن الواقع اللي أنا عايشته. واحدة تضرب واحدة لا، والحمد لله هي أغنيتي ما يفيدون ضربت ونجحت الحمد لله، وأنا يعني كنت متوقعة، يعني متوقعة أنها بشتغل. Bye.